كان تنظيم نقدر نقولوا في المستوى نظرا لتوافد ما كان مخصص للعائلات، ما كان مخصص حتى ما رغبناش في الدخله. الحمد لله راك تشوف اليوم جاتني الفرصه تانيت معايا بنتي كذلك اللي تحضر هذا العرس هذا وتكون شاهده على النصف النهائي والتأهل النهائي باذن الله. تتواصل افراح الجزائر ان شاء الله، نتأهلوا الى النهائي ان شاء الله من وهران. ورانا نشوفوا بلي التنظيم بعد الطبعه 19 التي كانت ناجحه تاع البحر الابيض المتوسط، واليوم راه مع تاع الشباب الفرق المحليه الفرق الوطنيه المحليه، ان شاء الله تولي عندنا ثاني لا كوب دافريك ان شاء الله دي ناسيون ان شاء الله. وهذا التنظيم راه شباب ان شاء الله مربوحه. نتمنوا كل الخير للفريق الوطني تاعنا والله ينجحنا ان شاء الله يا ربي.